الحمد لله جزيل الفضل والإنعام، نحمده أن بلغنا الختام والعيش في رحاب خير الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالحضور الكريم في حفل مسك الختام الذي نختتم فيه مشروع همم القرافي الذي بدأ منذ نحو 100 يوم من اليوم. فأهلا وسهلا ومرحبا، وحي الله هذه الوجوه الطيبة. وإن أحسن ما نفتتح به حفلنا المبارك هذا آيات بينات من كتاب الله عز وجل يتلوها الطالب محمد طارق أبو حجر جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب الله سمعك كما طيبت أسماعنا، وبارك فيك وفي والديك، وجزى الله شيخك خير الجزاء. والآن يدخل علينا عرسان هذا الحفل، يدخل علينا فوج الطلبة الفائزين الموفقين المسددين الذين أكملوا هذا المشوار إلى يومنا هذا. فليتفضلوا بالدخول مشكورين. هكذا يزف أهل القرآن، نسأل الله أن يقال لهم يوم القيامة ارتقوا ورتلوا كلام الله فإن منزلتكم عند آخر آية تتلونها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لا يفوتنا أن نذكر بأن بناتنا الطلبة موجودون معنا اليوم في مصلى النساء، يتوجون كما يتوج الطلاب، فهنيئا لطلابنا وطالباتنا. ما أجملها من ساعة، وما أروعها من وقفة بين أهل القرآن. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الناظم: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. والآن مع كلمة جمعية همم للقرآن الكريم وعلومه يلقيها فضيلة الشيخ خالد الشعيب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي وفق وأعان، الحمد لله الذي يسر فبتيسيره وصلنا إلى هذه اللحظة. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت. أحمده جل وعلا على هذه اللحظة كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجازينا وأن يجازي كل من ساهم ودعم هذا المشروع الطيب خير الجزاء، وأن يكرمه بكرامة القرآن العظيم. أرحب بالحضور الكرام، السادة، شركة المدار الليبية، شركة المدار الجديد، والسادة شركة الإفتاء الليبية، والإخوة الكرام، ومكتب أوقاف طرابلس، والسادة الحضور الأكارم، والشيخ سالم والشيخ عبد اللطيف، أرحب بهم جميعا وأسأل الله عز وجل أن نلتقي معا ودائما على موائد الخير والقرآن. نحتفل أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم بتخريج كوكبة طيبة من الشباب والفتيات، ولا ننسى وأن نذكر بأن هناك قسما للإناث في الأعلى، وهن معنا أكثر من 60 طالبة والحمد لله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل منهن وأن يبارك فيهن. جزى الله الشيخ خالد والقائمين على الجمعية كل خير، وكلل أعمالهم بالنجاح والسداد والتوفيق. حضورنا الكرام، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني: وإن كتاب الله أوثق شافع، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. والآن مع كلمة دار الإفتاء الليبية يلقيها فضيلة الشيخ محمد منصف القماطي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الكلمة أحمل إليكم تهاني وتبركات فضيلة صاحب الإفتاء المفتي، فضيلة مفتي ليبيا الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني، مهنئا ومباركا باختتام هذه الدورة التي كنا بالأمس القريب وقبل 3 شهور ونيف نشهد بدايتها.
واليوم الحمد لله ها نحن نشهد تخرج الطلاب فيها واختتامها وحملهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولي رسالة إلى طلبة القرآن ومشائخهم وإلى جمعية همم، فليعلموا أن القرآن سريع التفلت، فعليهم أن يداوموا على حفظه وتلاوته وعلى مدارسته وفهمه وتطبيقه. فلا يكفي لطالب القرآن مجرد الحفظ، بل إنه مطالب أيضاً إلى جانب الحفظ بالعمل. وقد كان بعض أهل القرآن إذا تخرج الطالب عنده يضع يده على رأسه ويقول له: إني لأعلم أنك خير امرئ على هذه الأرض إذا عملت بما علمت. فالقرآن أهلهم هم أهل الله وخاصته، وأهله هم خير الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورسالة أخرى لا يفوتني إبلاغها إلى الوالدين والآباء والأمهات، ألا يحرموا أبناءهم من صالح دعائهم في تثبيت القرآن في صدورهم، وألا يكلفوهم من أمور الحياة ما يرهقهم ويباعد بينهم وبين القرآن والعلم، وأن يدفعوهم دفعاً إلى مجالس العلم يتلقون علوم الإسلام وعلوم الحياة في المساجد والجامعات والمعاهد والكليات، فإن بلادنا بحاجة إلى جيل جديد متعلم واع يخدمها في سائر المواقع بما علمه الله سبحانه وتعالى. ولا يفوتني في هذه الكلمة أن أشكر لجنة مسجد وجامع الإمام القرافي رحمه الله لما يبذلونه من هذه الأنشطة المباركة، وندعوهم إلى مزيد من البذل ومن التضحيات والجهود المضنية، فقد كانت مساجد المسلمين طوال القرون الزاهية من الحضارة الإسلامية تعج بطلبة العلم وبحلقاته. فنسأل الله التوفيق لطلابنا ومشائخهم وللآباء والأمهات وللداعمين والباذلين حر مالهم في سبيل نهضة أهل القرآن بالبلاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله عن الأمة علماءها خير الجزاء، فما خابت أمة أسلمت أمرها لعلمائها. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحبتنا الكرام، يقول الإمام أبو عمرو الداني: واعلم هديت الرشد والتوفيق، وكنت ممن يسلك الطريق، بأن درس المرء للقرآن من أفضل الأعمال للرحمن، لأنه كلامه عز وجل سبحانه الرب الأجل،
بكل حرف منه يعطي عشرة من حسنات قد كتبن دخرا. والآن مع كلمة مدير مكتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس يلقيها الشيخ محمد أبو زيد تكيتك، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، المشايخ الفضلاء، المحفظين الأجلاء، الطلبة النجباء، أولياء الأمور، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أطيل، فهنالك إشارات سريعة أريد أن أشير عليها. الإشارة الأولى وهي صنف من أصناف عباد الله وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفها بالخيرية، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ويقول كذلك: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، أو في رواية وهو عليه شاق، له أجران. وصيتي والإشارة الثانية إلى أبنائنا الطلاب وإخواننا الطلاب، وهي أن تحافظوا على كتاب الله حفظا وتلاوة، وأن تقيموا حروفه وحدوده. وأكمل الأبيات الذي بدأها أخونا الشيخ محمد الأحمادي مقدما، فقال: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. أكملها في الشاطبية: هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. أشكركم وأشكر الحضور الكريم، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه المحافل الكريمة، وهي حفظ كتاب الله وتلاوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم: بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدءا من القرافي أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. والآن مع كلمة ثمرة هذا اللقاء وبهجة هذا المجلس، كلمة الطلبة يلقيها بالنيابة عنهم الطالب الدكتور محمود فتح الله عميد كلية التربية. وإنه لمن فواتح الخير أن يكون هذا المشروع مستهدفا لجميع الطوائف، وعلى رأسها طائفة الأساتذة الجامعيين، فجزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما افتتح كتابه الكريم وفرقانه العظيم، وصلى الله على محمد خير من افتتحت بذكره الدعوات واستجيبت بالصلاة عليه الطلبات. يا رب صل على النبي المصطفى ما لاح برق في الأباطح أو قبى، يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، أشرف التحايا ما مازج النفس وخالط الروح وأثار المشاعر وحرك الضمائر
ولا والله الذي لا إله إلا هو لا أعلمها إلا تلك التحية التي جاء بها دين الفطرة رمز أمان وعنوان إيمان. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الحل والترحال تغشاكم، وفي الغدوات والروحات تلقاكم من أخ مشتاق إليكم معتز بالله ثم بكم. تحية أنفاس الرياض وشابها نسيم هدوء والنواضر هجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. ونضر الله وجوهكم النيرة، وما تحتها من نفوس أحسبها برة خيرة. أيها الأحباب، نحن طلبة مشروع همم القرافي لتحفيظ القرآن في 100 يوم، نحمد الله حمداً لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، أن قيد لنا الزمان والمكان والرجال لتحقيق رغبة لطالما انتظرنا تحققها. فحمداً لله لإنعامه مجازياً ولإحسانه موازياً، وإن كانت آلاؤه لا تجازى ولا توازى ولا تبارى ولا تجارى. والشكر كل الشكر للقائمين على هذا المشروع من جمعية همم للقرآن وعلومه ومركز الإمام القرافي. هؤلاء من النجح معقود بنواص آرائهم، واليمن معتاد في مذاهب أنحائهم. أيها الأكارم، لقد من الله علينا في هذا المشروع بشيوخ كان الواحد منهم عذب المشرب، عفو المطلب، نقي الساحة من المآثم، بريء الذمة من الجرائم، إذا رضي لم يقل غير الصدق، وإن سخط لم يتجاوز جانب الحق. ولا ننسى أيها الطيبون أن نتقدم بفائق التقدير وعظيم الامتنان لرفقاء الجود وأخلائه وزملاء الكرم ونزلائه الداعمين لهذا المشروع مؤسسات وأفرادا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأخيراً، فإننا في هذه 100 التقينا جميعاً إدارة وشيوخاً وطلبة، لقاء الأخوة بالأخوة. وما أدراكم ما لقي الأخوة؟ تناج بالبر والتقوى، وتطارح للهم والشكوى، يهش وجه لوجه، ويخفق قلب لقلب، وتصافح يد يدا، وتشفع تحية تحية. التقينا ولسان حال كل واحد منا إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي، ولا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. فما خاب الرجاء وتحقق الأمل، فبارك الله في كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات معبرة وعبقات فائحة وعبارات رائعة، جزى الله الشيخ الدكتور كل خير عنها. قل الناظم: غرباء لكن قد تآلف جمعهم، صاروا بنعمة ربهم إخوانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا شملا عظيما بالهدى مزدانا. اللهم آمين. والآن مع عرض مرئي يقف على محطات المشروع المهمة التي مروا بها في الأيام الماضية. لبيت الله والقلب يحبه، أتى الله لبيت الله والقلب يحبه.
مئة يوم، مئة يوم، مئة يوم ونحن في رحاب القرآن مع هذه الوجوه المباركة المشائخ وطلبة، عشنا فيها الألفة والتآلف، جمعنا الله بهذه الوجوه في جنته. والآن مع كلمة مدير المشروع يشرح لنا سريعا كنهه، فليتفضل فضيلة الشيخ أشرف العقربي حفظه الله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة سليمة من الشرك والشكوك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي القرشي الكريم، وارض اللهم عن صحابته ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين واللقاء. أما بعد فيا أيها الأخوة، الأحباء الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية. إذا كانت البداية موفقة فالنهاية لابد أن تكون موفقة ومسددة بإذن الله جل وعلا. أحبتي، أود أن أعطيكم نبذة بسيطة أو نتيجة مبسطة عن هذا المشروع المبارك. هذا المشروع تقدم له أكثر من 600 طالب وطالبة، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية والنجاح تقدم للمشروع واجتاز الامتحان المقابلة بنجاح 68 طالب و 65 طالب و 68 طالبة. فالنتيجة 48 طالب حفظوا القرآن الكريم كاملا، وستة طلبة حفظوا ثلاثة أرباع، وعشرة طلبة حفظوا النصف، وطالب واحد حفظ الربع. أما الطالبات فقد حفظنا القرآن الكريم كاملا 56 طالبة، وثمان طالبات النصف القرآن، وأربع طالبات في أجزاء التي في ربع القرآن الكريم. نهاية أحبتي، أريد أن أوجه تحية شكر ورفعة قبعة إن صح التعبير لهؤلاء المشايخ الذين هم سبب نجاح هذا المشروع، والمحفظات الكريمات هن أيضا هن سبب نجاح هذا المشروع. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم أجمعين، وفي موازين حسنات المتبرعين والمتبرعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فليتفضل شيوخنا ليتسلموا شهادات شكرهم، جزاهم الله خيرا. نبتدئ بشيخنا الشيخ عوض جبريل العوامي حفظه الله وبارك فيه، ويوزع الجوائز وزير التخطيط ومعالي وزير التخطيط ووكيل وزارة الأوقاف. الشيخ أشرف عبد الله العقربي، الشيخ إسماعيل علي حداش، الشيخ سعد محمد الشهوبي، الشيخ عبد الرحمن محمد بن رمضان، الشيخ مصطفى يوسف الشريف،
شيخ عمر. مشايخهم الأولين، لا ننسى بعد النهاية ننسى مشايخهم الأولين لأنهم أتوا منهم الربع ومنهم النص ومنهم ثلث أرباع. الشيخ مسعود عمر الخازمي. الشيخ عبد السلام عبد الرحمن الجلالي. الشيخ محمد مفتاح الشيخي. الشيخ أديب محمد يعقوب. الشيخ محمد مصباح الفايدي. الشيخ سعيد سليمان العقوري. الشيخ محمد حسن العلواني. الشيخ منذر محمد العقوري. الشيخ محمد عبدو الشقعابي. الشيخ صالح محمد طاهر. الشيخ حسن أبو سقية. كما لا يفوتنا أن نقدم شكرا مجملا إلى شيوخ سبقوا قد درسوا عليهم الطلبة، منهم من قرأوا عليه ربع القرآن أو أجزاء منه أو نصفه، فالشكر أيضا موصول لهم لما بذلوه من جهد وتعب وتعليم. أيضا لا يفوتنا أن نشكر الشيخات الموقرات الشيخة ابتسام معتوق العماري والشيخة هاني الجيجي والشيخة خديجة ميلاد والشيخة خيرية الدردار والشيخة رجاء فرانكا والشيخة سمية الشريف والشيخة سناء الفقيه والشيخة صفاء المسلاتي الشيخ سالم الطيب التائب الشيخ محمد معتوق المقاوشي. بسرعة. الأستاذ محمود الشجراوي. الأستاذ عبد الناصر أبو عجيل أجرانا. الأستاذ عبد السلام السوكني. السيد مصطفى البكوش. الأستاذ فؤاد الشويخ. محمد ناصر عبد الحفيظ الشيخ عبد الحفيظ رمضان السويدان. الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب حسين. كذلك نكرم الإداريات مها الجعفري ونهلة جمعة وإسراء ناصوف وحسنة سلام، ونتقدم هنا بدرع شكر وتقدير إلى الشيخة نعمة الجهيمي وتتسلمها الطالبة زينب جرانة، كما نتقدم بدرع آخر للتقدير والشكر والعرفان إلى الشيخة وفاء الشويرف تسلمها الطالبة فاطمة جرانة. كذلك يسرنا أن نتقدم بالشكر والعرفان بشهادات التقدير والشكر للرعاة لهذا المشروع،
دار الإفتاء الليبية، ويتسلمها عنها الشيخ محمد منصف القماطي. شركة المدار الجديد للاتصالات والتقنية يتسلمها عادل أبو غرارة سعيد. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويتسلمها معالي الوكيل عبد الرحمن بن إسماعيل. مكتب أوقاف طرابلس ويتسلمها الشيخ محمد أبو زيد كيتك. لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني ويتسلمها الشيخ محمد جويلي. شركة أويا البنيان المحاصة ويتسلمها خالد أبو زغبية خالد أبو زغيبة. شركة الاستثمار الوطني القابضة ويتسلمها الدكتور بشير. الآن نتقدم بشكر الداعمين. وزارة الشباب والرياضة ويتسلمها حسني علي المقلش. الجمعية الليبية لعلوم الكتاب والسنة ويتسلمها الشيخ توفيق عبد الله مسعود. مؤسسة كلمة للثقافة والإماء ويتسلمها إبراهيم النايلي. هذه يستلمها معمول جوانا تسلمها إدارة المركز. شركة الاتحاد العربي والسيد مأمون مبارك والسيد فوزي الطيب تسلمها عنهم إدارة المركز. شركة المناهل لاستيراد القرطاسية ويتسلمها السيد فوزي عاشور. إذاعة جوهرة المدينة يتسلمها الأستاذ سالم المريمي. إذاعة الجوهرة جوهرة الإيمان المسموعة يتسلمها الأستاذ الشيخ سالم المريمي. إذاعة التناصح الفضائية وتتسلمها إدارة المركز. إذاعة بانوراما الفضائية تتسلمها إدارة المركز. إذاعة النبأ الفضائية ويتسلمها الأستاذ الصديق. صديق منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عبيدة أشرف العقربي من مؤسسة همم. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أني أتممت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في 100 يوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والبيت أجمعين. طبعا أشرف العقربي صفتي مدير مشروع همم القرافي، هذا المشروع المبارك الذي انطلق في 100 يوم لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم كاملا. طبعا فكرة المشروع طبعا هو اختيار 100. طبعا درنا في الأول إعلان وتقدم لهذا المشروع أكثر من 600 طالب وطالبة، وبعد إجراء المقابلة الشخصية للطلاب وقع الاختيار ونجح في امتحان المقابلة 68 طالب و68 طالبة. فبهذا العدد
بدأ المشروع وانطلق المشروع مشروع حفظ القرآن الكريم كاملا في 100 يوم وسمي همم القرافي. طبعا محصلة نهائية كيف ما تشوف أنت هذا اليوم يوم الختام ويوم التتويج ويوم الاحتفال بختم القرآن الكريم، حفظ 48 طالب حفظوا القرآن الكريم كاملا و56 طالبة احفظوا القرآن الكريم حفظا القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب، والأعداد وما بين ذلك كان قواما، يعني العدد الآخر في اللي حفظ ثلاث أرباع، في اللي نصف القرآن، في اللي ربع القرآن، وطبعا كل حسب اجتهاده. طبعا يبدأ اليوم الدراسي للطلاب من الصباح الباكر من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، وطبعا في طلاب موجودين في قسم الداخلي، وطبعا يقسم المصحف على مدار 100 يوم، وأصبح وبدأ مضمار المنافسة بين الطلاب إلى انتهاء هذا اليوم وهذا التتويج بتخريج مجموعة من الطلبة لحفظ القرآن الكريم كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسنات الجميع، وأن تكون في موازين حسنات المشايخ والشيخات والداعمين لهذه الجمعية المباركة لتخريج دفعات ودفعات من حفظة كتاب الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء المرسلين. الحمد لله رب العالمين، من الله عز وجل علينا اليوم في هذا الحفل الطيب المبارك باختتام مشروع همم القرافي الذي استهدف عدد 140 طالب وطالبة، والحمد لله رب العالمين، وذلك فضل الله عز وجل. حقق المشروع أكثر من 80 إلى 90% من نسبة المستهدف، ونسأل الله أن يبارك. ولد الجمعية إن شاء الله العديد من المشاريع الأخرى القادمة التي أعلننا عليها في هذا الاحتفال، ونسأل الله عز وجل التوفيق، ونسأل الله أن يتقبل من الطلبة ومن من دعموا هذا المشروع، أخص منهم بالذكر شركة المدار الجديد ودار الإفتاء الليبية وغيرهم من الداعمين الأفاضل، ونشكر مركز الإمام القرافي على استقبالنا في هذا المكان وعلى مشاركتنا تنفيذ هذا المشروع الطيب، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على كل خير وعلى كل فضيلة وأجر وثواب بعون الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتبر أن هذا اليوم من الأيام المشهودة التي أعادت لنا تاريخنا مع التراث. مشروع كبير جدا جدا ومشروع طموح، 100 يوم يستطيع الطالب فيه أن يحمل كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد استغربت في ذلك، ولكن عندما علمت سر أنهم يأخذون الطلاب الذين لهم علاقة سابقة بالحفظ، ثم بعد ذلك يعملون لهم مقابلات سواء في الحفظ أو حتى في مدى حفظهم من القرآن الكريم، فمشروع كبير طموح. أتمنى لهذا المشروع أن يعم، وأتمنى له النفع إن شاء الله. ومن تمام سروري أنني وجدت مختلف الأعمار، وجدت شباب صغار ووجدت كبار السن مثلي، ومن بين المتوسطين في السن صديق عزيز علي اللي هو دكتور محمود فتح الله. هذا الرجل هو عميد كلية التربية بجامعة طرابلس. هذا الرجل اشترك في هذا المشروع وحفظ القرآن وكان نموذجا يقتدى ولله الحمد في هذا المشروع الخير الذي أرجو أن نستفيد منه جميعا. شكرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أتم علينا مسك الختام، اختتام 100 يوم من رحلة رحاب القرآن وكلام خير وخير الكلام كلام الله عز وجل. اختتمنا في هذا اليوم المبارك بفضل الله ومنته مشروع همم القرافي، المشروع الذي قام بالمشاركة بين جمعية همم للقرآن الكريم وبين مركز ومسجد الإمام القرافي لتحفيظ القرآن في 100 يوم. فالحمد لله الذي أتم علينا فضله وأتم علينا نعمته ومنته. فكانت وجوه الطلبة الذين تخرجوا ووصلوا إلى هذه المرحلة دليلاً
على التفوق والنجاح الذي نسير فيه في مشوار الدعوة. الحمد لله الذي من علينا بذلك، ولا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم ودعم وأيد ولو بدعوة مباركة هذا المشروع وهذه المشاريع المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد الحمادي، عضو اللجنة الإدارية بمسجد ومركز الإمام القرافي.